أن يجعلنا جميعا في هذا المسجد المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، فإنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. نحن اليوم اجتمعنا لنتلو كتاب الله تعالى ولنتدارسه بيننا، ولا نشك في فضل وإحسان وكرم وجود ربنا عز وجل الذي اجتمعنا لأجله، ونسأل الله تعالى كما جمعنا هنا أن يجمعنا يوم القيامة في جنته. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن النظر في قصص الأنبياء التي ذكرها الله تعالى في القرآن نظر فيه عبر ودرر، ولقد ذكر الله عز وجل في القرآن 25 نبيا، مع أن الأنبياء أكثر من ذلك، فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 120,000 كما كثيرا. فالأنبياء كثيرون، وقد بعث إلى بني إسرائيل أكثر من 100,000 نبي، ومع ذلك إذا نظرت في القرآن وجدت أن الله جل في علاه إنما ذكر لنا فقط 25 نبيا، وهؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن لم يذكر الله تعالى أيضا قصصهم كلهم. نقرأ في القرآن اليسع لكن لا نعرف قصته، نقرأ في القرآن وذا الكفل لكن ما نعرف قصته، نقرأ في القرآن الياسين لكن ما نعرف قصته، إنما نقرأ في القرآن من هؤلاء 25 من الأنبياء قرابة 11 نبيا هم الذين ذكر الله تعالى قصصهم. بعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله تعالى قصصهم مفصلة، كما ذكر الله جل وعلا قصة موسى عليه السلام في 25 موضعا من القرآن، وكرر الله تعالى اسم موسى 183 مرة. فموسى عليه السلام في ذكر قصته يختلف عن هود، يختلف عن لوط، يختلف عن شعيب، وتقرأ قصة شعيب فيما لا يزيد عن موضعين أو ثلاثة من القرآن، في قصة في سورة هود وفي الأعراف وفي يونس، تقرأ قصة مثلا لوط في مواضع يسيرة من القرآن وربما لا تتجاوز أحيانا ثلاث آيات في سطرين أو ثلاثة أسطر، بينما تأتي إلى فريق آخر من الأنبياء وتجد أن الله تعالى يفصل قصصهم. فما الفرق وما العلة وما الحكمة في أن الله تعالى يفصل لهذا النبي ويختصر مع هذا النبي ويترك هذا النبي دون ذكر قصته ويترك النبي الآخر دون أن يذكره أصلا في القرآن؟ قص الله تعالى علينا من القصص من أولئك الأنبياء ما ينفعنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل. لماذا يا ربي تقص علي؟ ما نثبت به فؤادك. نثبت فؤادك يعني تقرأ في القرآن مثلا أن نوحا عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلما تلبث في قومك 13 سنة في مكة أو 10 في المدينة ثم يكذبك بعضهم، تقول في نفسك يرحم الله أخي نوحا قد كذب ولبث في قومه أكثر مني. عندها تصبر. لما ترى من قومك من يتعلقون بالشهوات والفواحش مباشرة تتذكر ما قصه الله تعالى في القرآن من قصة لوط عليه السلام، وكيف أن ابتلي بقوم كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. عندها تزداد ثباتا على دينك وتقول أنا ما أصابني شيء بجانب ما أصاب لوط عليه السلام. إذا رأيت من قومك من يتلاعبون بالمكيال والميزان ويعبثون بالأموال ويأكلونها بالباطل تذكرت مباشرة قصة شعيب عليه السلام مع قومه، كما قال الله جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبلك. كذب لوط، كذب شعيب، كذب نوح، كذب صالح، كذب هود، ولقد كذبت رسل من قبلك. فماذا فعلوا؟ فصبروا على ما كذبوا
وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لقد جاءك من نبأ نوح، جاءك من نبأ صالح، جاءك من نبأ هود، جاءك من نبأ شعيب ولوط، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. بل إن الله جل وعلا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقص علينا بعض هذه القصص، كما قال الله تعالى فاقصص القصص، ليش؟ لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. أصدق القصص القصص التي ذكرها الله تعالى في القرآن، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فإذا وقفنا على هذه القصص رأينا فيها العبر والدرر. تعالوا أيها الإخوة والأخوات، اليوم نقف على قصة نبي يختلف عن جميع الأنبياء، نبي يختلف عن جميع الأنبياء. هذا النبي ميزه الله تعالى بميزات اشترك فيها مع الأنبياء جميعا، وميزات اشترك فيها مع بعض الأنبياء، وميزات لم يشترك معه أحد من الأنبياء فيما نعلم. أما الميزة التي اشترك هذا النبي سليمان عليه السلام مع غيره من الأنبياء فهي صفة النبوة، هو نبي، وشعيب نبي، وصالح نبي، ونوح نبي، ولوط نبي، وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام أنبياء. وله ميزات أخرى اشترك مع بعض الأنبياء فيها، وهي أنه كان نبيا ملكا. والأنبياء قسمان، قسم نبي عبد مثل بقية الناس، عبد من عامة الناس، يؤذى، يجوع، يعطش، يجرح، ربما شج رأسه أو أصابته جراحة في بعض الأحيان، كما وقع لعدد من الأنبياء، كما وقع لنوح عليه السلام، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ثم بدأوا يستهزئون بنوح، كما وقع للوط عليه السلام أخرجوا آل لوط من قريتكم، كما وقع لإبراهيم عليه السلام حرقوه وانصروا آلهتكم. لو كان إبراهيم ملكا على قومه لما اجترأوا أن يحرقوه ولا أن يحركوه. لكن كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، في الحديث الذي أخرجه أبو الشيخ في العظمة وحديث حسن، أن جبريل جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان جبريل يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبينما هو يتحدث معه إذ انشق أفق السماء فنزل ملك. فجبريل لما رأى هذا الملك تصاغر، حتى أقبل هذا الملك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إني رسول الله إليك، أخيرك بين أن تكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا. إن كنت بتكون نبي عبد من بقية الناس معناه أنك تخرج تكتسب مالا لأهلك، ربما آذاك بعضهم، ربما أصابك شيء من الشجاج والجراح في المعارك، أنت بنفسك سوف تخيط ثوبك وتعجن خبزك لأنك نبي عبد من بقية الناس، أو تريد أن تكون نبيا ملكا كما كان نبي الله سليمان ملكا، كما كان داود ملكا، وكما كان يوسف ملكا، تريد أن تكون نبيا ملكا. فأشار إليه جبريل أن تواضع، فقال عليه الصلاة والسلام بل نبيا عبدا. فعندها صعد هذا الملك إلى السماء، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عن هذا الملك، فقال جبريل هذا ملك لم ينزل من السماء إلا اليوم. قال له عليه الصلاة والسلام فما بالك تصاغرت، يعني كهيئة الوجل الخائف. فقال جبريل والله ما ظننته نزل إلا بقيام الساعة، أنه أول مرة ينزل من السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، فتواضع عليه الصلاة والسلام. بعض الأنبياء آتاهم الله تعالى الملك والنبوة مثل سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام تميز بميزة
لم يتميز بها غيره من الأنبياء أبدا، وهي أنه كان يفهم لغة الطير ويتحدث معها، يسمع كلام النملة على صغر صوتها وقلته، ومع ذلك يبلغه ذلك ويجيب عليه ويأخذ منه العبرة والعظة ويتحدث عنه. ربما تكلم مع بقية الحيوانات ويفهم حركة لسانها ومرادها. حتى ذكر بعض المؤرخين أن سليمان أو غيره كان ماشيا يوما مع بعض أصحابه، قال فمروا براعي غنم، هذا الراعي بين يديه غنم وهذه الغنم تمشي، وفجأة توقفت إحدى هذه الغنم والتفتت إلى غنمة صغيرة وأخذت تصيح بها، فقال لهم سليمان، قال أتدرون ماذا تقول هذه النملة، ماذا تقول هذه الشاة للشاة الصغيرة؟ قالوا ماذا تقول؟ قال هي أمها وتقول لها الحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول. فأقبلوا إلى الراعي، قالوا يا أيها الراعي خبرنا ماذا تقول هذه الشاة، هل كان لها شاة من قبل؟ قال نعم، كان لها شاة بنت لها قبل هذه، أكلها الذئب في العام الماضي في هذا الموضع. قالوا سبحان من علمك. فمضوا فرأوا امرأة راكبة على بعيرها والبعير يمشي بها، ثم يلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عال فتضربه المرأة ويمشي، ثم يقف ويلتفت إليها فتضربه المرأة ويمشي، فقال لهم أتدرون ماذا يقول هذا البعير لهذه المرأة؟ قالوا وماذا يقول؟ قال إنه يقول ويحك انزع الإبرة من أسفل الرحل فإنها آذتني. الرحل هو الذي يوضع على البعير، فالمرأة لما حملت الرحل وضعته على البعير كان في أسفل الرحل قد نشبت فيه إبرة في أسفله، جاءت وضعتها على البعير والإبرة في أسفله، فمع الحركة وثقل المرأة تطعن هذه الإبرة، فهو يقول لها أخرج الإبرة آذتني، وهي لا تفهم ماذا يريد، فأوقفوا المرأة وقال لها انزلي، فنزلت، ثم أقبلوا إلى رحل البعير وأنزلوه من فوقه، ثم لما أنزلوا الرحلة نظروا تحته فإذا في أسفل رحل البعير إبرة، قالوا سبحان من علمك. فكان يفهم لغة الحيوانات ويعي ما تقول، لذلك كان لزاما علينا أن نقف على قصة سليمان عليه السلام. سليمان ذكر الله تعالى قصته في عدد من المواضع في كتابه، ذكر الله جل وعلا بعض قصته في سورة صاد، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب هب لي ملكا لا، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، إلى آخر الآيات. وذكر الله تعالى بعض قصته في سورة سبأ، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، إلى آخر الآيات. وذكر الله تعالى بعض قصته في سورة النمل. تعالوا اليوم في هذه 45 دقيقة نقف على قصته التي ذكرها الله تعالى في سورة النمل. ما هو خبر الهدهد؟ وما قصة ملكة سبأ؟ ولماذا رفعت ثوبها عن ساقيها؟ وما معنى أن سليمان عليه السلام أخذ عرشها، جاء به من اليمن ووضعه على زجاج يجري تحته ماء؟ ألم يكن بإمكانه وهو الملك أن يصنع عرشا مثله بل أجمل منه؟ لماذا يأتي بعرشها من بعيد؟ ما هي مهارات الحوار عند هذا الهدهد؟ كيف تحدث الهدهد مع سليمان عليه السلام؟ هذا ما سنقف عليه بإذن الله تعالى خلال هذا اللقاء. يقول الله جل وعلا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود هو أبو سليمان،
فقال يا أيها الناس، جعل يعدد النعم، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أوتينا من السلاح، أوتينا من الجند، أوتينا من أنواع الطعام، من أنواع الفواكه، من أنواع الحرس، من أنواع الأرائك، من أنواع المال، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده، ما أنواع الجنود؟ من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون، يوزعون يعني من كثرتهم يدفع بعضهم بعضا، من كثرتهم يدفع بعضهم بعضا، وذلك لعظم الجيش الذي يمشي بين يدي سليمان، وسليمان عليه السلام يسوقهم أمامه سوقا لا يستطيع أحد أن يتخلف عنه، بل من هيبة سليمان وقوة ملكه وسلطانه عليهم أنه كان قد قرن بعض الجن بالأصفاد، يعني بعض الجن يستعملهم ويشغلهم، وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني مربطين لم يحتج إليهم فربطهم حتى يأتي يوم يحتاج إليهم ويطرقهم ويشغلهم من قوة الملك، فجعل يسوقهم بين يديه، فهم يوزعون، يمضي بهم إلى مكان يجمعهم فيه، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، وادي النمل سمي بوادي النمل لأنه واد يكثر فيه النمل، ولعل تربته ومواضعه يعني تصلح أن يسكن فيها النمل، فسكنت فيها قرية من قرى النمل، فلما مر بهم سليمان تكلمت إحدى هذه النمل، هذه النملة التي تكلمت نادت وأمرت وعللت واعتذرت، حكمة، نادت وأمرت وعللت واعتذرت، قالت نملة لما رأتها الجيش القادم العرمرم بأقدامهم تدك الأرض من تحتهم، فيهم وحش وفيهم طير وفيهم إنس وفيهم جن وخلائق لا يحصيهم إلا الله، فخافت هذه النملة على قومها من أن يموتوا، ولم تبحث هذه النملة عن مصلحتها فقط بل بحثت عن مصلحة الجميع، قالت نملة نداء، يا أيها النمل، التفتت إليها النمل، ماذا تريدين؟ ادخلوا مساكنكم، أمر، وحتى لا تقول النمل ولماذا ندخل مساكننا، ما هذا التحكم، نحن ما ندخل المساكن إلا عند غياب الشمس، لماذا اليوم ندخل المساكن مبكرين، حتى لا تعترض النمل عليها، ولأجل أن تحترم هذه النملة أيضا عقول من أمامها قالت ادخلوا مساكنكم، ثم عللت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم لأجل ألا يساء الظن بسليمان وجنوده، ولأجل ألا يقول النمل ولماذا يحطمنا، ما هذا الظلم، ما هذا الأذى، ألا يرحم ضعفنا وقلة حيلتنا وصغر أحجامنا، لماذا يتكبر علينا، لأجل ألا يتهم سليمان اعتذرت، قالت وهم لا يشعرون. ولقد فصل الله تعالى لنا كلام النملة لحكمة، لا يمكن أن رب العالمين جل في علاه يضع آية في القرآن ويتكلم الله تعالى بها وهي ليس فيها عبرة أو ليس فيها حكمة، كل حرف في القرآن وكل كلمة فيه وكل آية وسورة إذا تدبرت وجدت فيها من الحكم ما يكشفه الله تعالى لعباده شيئا فشيئا، لا تزال تتفجر فيه الدرر والعبر، يفتح الله تعالى من العلم فيه على من يشاء من عباده، بل إنك إذا تأملت وجدت أن الله تعالى كان ممكن أن يذكر أنه مر بوادي النمل ثم وقف مع جنوده، لماذا ذكر كلام النملة؟ هذه النملة لما نادت قومها كأن الله تعالى يقول يا سليمان إذا أنت ملك على قومك لا تغتر، ترى هالنملة بعد ملكة على قومها، وكما قال الله جل وعلا وما من دابة في الأرض، دابة من نملة أو حشرة من الحشرات أو وحش أو غير ذلك من الدواب، كل من يدب على الأرض ويمشي عليها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم
ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الوحوش، السباع، الحشرات، النمل، البعوض، الذباب، كل هذه أمم أمثالنا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه النملة لما أمرت النمل قالت ادخلوا مساكنكم، هالنملة هذه تحترم النمل، تبين ما هو السبب. نحن اليوم ربما بعض الناس يعطي الأمر لمن تحته ولا يحترم عقله، يعني مثلا تجد أن يقول الأب لولده يا ولدي لا تمشي مع فلان، فيقول الولد طيب ليش؟ فيقول بس خلاص لا تمشي معه. يا أخي احترم عقلي، أنا من حقي أن أعلم لماذا، أقنعني حتى أفعل الشيء على اقتناع. أنت إذا لم تقنعني فعلته عنك خفية. أو قال لولده مثلا أنا بسحب منك الجوال، قال طيب ليش؟ لا بد أن تخبره لماذا، ولا ينبغي لك أن تصدر الأمر الذي له علة دون أن تخبر ما هي العلة. أو وعدت أولادك قلت خلاص أنا العصر أذهب بكم إلى المكان الفلاني، ثم بعد العصر قلت لهم هونت اجلسوا في البيت، قالوا ليش؟ من حقهم أن يعلموا لماذا. من احترامك لعقولهم أنك تقول لهم أنا منعتك يا ولدي أنك تمشي مع فلان لأني رأيته يدخن مثلا، وأنا لن أذهب بكم إلى المكان الفلاني لأني مثلا أصابني شغل ولا سيأتيني ضيف أو ما شابه ذلك. هذه النملة خير من بعض الآباء اليوم ومن بعض الأزواج ومن بعض المدراء. النملة تحترم من عندها يا أخي. النملة لما قالت ادخلوا مساكنكم بيّنت السبب، قالت ترى هو ليس تحكما من عندي فقط وليس هو فرض سيطرة، كلا أنا أحترمكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وإذا ربي أولادنا اليوم وربي أيضا من تحت أيدينا حتى من موظفين، إذا ربوا أيها الأفاضل على أنك تحترم عقولهم، وإذا أمرتهم بالأمر أو نهيتهم عن النهي بيّنت لهم السبب، قلت أنا أقول لك افعل كذا لأجل كذا وكذا حتى لا تقتل فيه المبادرة والقدرة على اتخاذ القرارات. فهنا سليمان عليه السلام لما سمع هذه النملة قال الله جل وعلا فتبسم ضاحكا من قولها، وهذا يدلك على تواضع سليمان، رجل بهذا الملك والعظمة والسلطان العظيم لم يكن يتكبر عن التبسم والضحك. اليوم بعض الناس إذا يعني تبسمت، إذا ربما تبسمت أو تلطفت أو أعطيته طرفة أو نكتة وهو يعني يرى نفسه مسؤولا كبيرا، ربما يرى أن من القوة وعظمة الشخصية أنه ما يضحك ولا يبتسم، فينظر إليك بطرف عينه ولا يسلم عليك هكذا ولا يبتسم حتى أبدا تكبرا. سليمان عليه السلام ملك على قومه وأعظم ملكا من كل الملوك، ما سخرت الجن لغير سليمان، لأنه قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وكانت الطير يفهم لغتها، ومع ذلك يقول الله تعالى من تواضع سليمان ولطفه فتبسم ضاحكا من قولها. وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يتبسم ويتلطف مع أصحابه، ما كان يتكبر. يقول عمر رضي الله تعالى عنه كنا نصلي الفجر فنجلس في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول فكنا ربما تحدثنا عن بعض أمرنا في الجاهلية. الصحابة هم جالسين في المسجد يبدأون يتحدثون عن بعض قصصهم التي أصابتهم في الجاهلية، يعني مثلا يقول مثلا عمر إني كنت في الجاهلية أريد أن أعبد صنما فليس عندي مال لأشتري صنما، طيب ماذا يفعل؟ يقول فجئت إلى تمر عندي فعجنت التمر ثم صنعت منه صنما، صنعت لوضعت له رجلين وبطن وصدر ويدين ورأس ثم عبدته، اغفر لي يا صنم، سامحني على ذنوبي، رد غائبي، اشفي مريضي، يعبد هالصنم. يقول فلما جعت أكلته، أكل ربه اللي هو عبده. يقول فكنا نضحك، يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلينا ويتبسم، ما كان يقول لهم تضحك في المسجد، إذا تريد تضحك أخرج من المسجد،
إما سبح وهلل وقرأ قرآن أو أخرج. لا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا معهم، لم يكن متكبرا، بل كان صلى الله عليه وسلم لطيفا في تعامله. هنا سليمان عليه السلام يقول الله جل وعلا عنه: فتبسم ضاحكا من قولها، ومباشرة تذكر نعمة الله تعالى عليه أنه لم يكن هو النملة الخائفة الضعيفة، بل كان هو الملك العظيم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. كلما رأى سليمان عليه السلام نعمة من النعم قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كلما رأيت نعمة من النعم قل: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. إذا دخلت على أولادك فرأيتهم آمنين مستقرين سليمين بعافية، تذكر أن غيرك مبتلى، قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. دخلت مرة كنا مسافرين إلى بلد، فذهبنا إلى مكان قريب من المدينة التي نحن فيها، بر يعني، كان معي بعض الزملاء، إلى بر نتغدى فيه. فلما تغدينا قلت لواحد منهم: قم نتمشى. كان بجانبنا بيوت قديمة وواضح عليهم الفقر والحاجة. قمنا نتمشى، جئنا إلى بيت، فكان عند البيت طفل صغير يمكن 8 سنوات. أين أبوك يا ولدي؟ قال: والله أبوي ما أدري. طيب من في البيت؟ قال: أمي. قلت: خل أمك تطلع. جاءت أمه فإذا هي على فقرها. قلت: أين زوجك؟ قالت: زوجي والله في السجن بسبب ديون. طيب من ينفق عليكم؟ قالت: والله لا أحد. فنظرت إلى البيت فإذا هو فعلا بيت فقر. كان معي بعض الزكاة وأعطيتها. فمررنا على بيت آخر وإذا امرأة واقفة عند الباب أمام البيت، مزرعة صغيرة جدا يمكن 5 متر في 5 متر تقريبا. قلت لها: سلام عليكم، أين زوجك؟ قالت: والله زوجي ميت. طيب عندك أحد من أولادك؟ قالت: نعم. قلت: ممكن واحد يخرج إلينا؟ قالت: ما يستطيعون. ادخل أنت وانظر إلى أولادي. فدخلت فإذا 4 أطفال أكبرهم عمره تقريبا 15 سنة، وإذا كل 4 معوقين وعندهم مرض أعصاب ما يستطيع يتحكم لا في يديه ولا في رجليه، وإذا هم الأرض سمنت ما فيها يعني حتى بلاط ولا فرش، وهو كل غرفة واحدة هذا المطبخ وكل شيء، ومبطوحين على بطونهم بجانب يعني كلهم رؤوسهم أمام بعض، وبينهم في النص مقطع كوسة وجزر مسلوك، ويأكلون بأفواههم ما يستطيع يتحكم بيده ويأكل بفمه. فقلت: هؤلاء أولادك؟ قالت: نعم، هؤلاء أولاد معوقين كلهم. قلت: طيب يا أختي، طيب ما يعني حالهم على هالحال؟ يعني ما في كرسي متحرك؟ قالت: من وين كرسي متحرك؟ أنا حتى حفائض ألبسهم حفائض ما عندي، وأنت ترى يعني كبر سني وأنا أحملهم حمل لأجل أني أنظفهم من الغائط والبول في كل مرة، ولا أستطيع أني أبدأ أطعم كل واحد لوحده لأني مشغولة بهالمزرعة التي أزرع فيها الجزر والكوسة التي أطعمهم بها لأجل أن يعيشوا. هؤلاء أولادها بين يديها. إذا رأيت أولادك سليمين قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا كنت تعطش وترفع الكأس الماء إلى فمك تشرب قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. غيرك ما يستطيع يرفع كأس الماء، مشلول شلل رباعي ولا يتحرك فيه إلا رأسه. إذا رأيت نفسك مستورا، ابنتك وزوجتك عندك في البيت وتخرج وترجع وهم في البيت قل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. لأن غيرك بنته هربانة من البيت يمكن 2 أسبوع 3 ما رأها. مرة جاني عدد من الرسائل من امرأة يعني تطلب الاتصال، فاتصلت بها اللي هي تبكي الظهر: وش عندك يا أختي؟ قالت: والله يا شيخ انقذني. وش القصة؟ قالت: والله يا شيخ أنا جاية من منطقة كذا، إحدى المناطق من ضواحي الرياض، و بنتي طالعة من البيت من يومين
عمرها 17 سنة، تقول البنت ليست مجنونة لكن في عقلها شيء، يعني ممكن أحد يلعب عليها بكلمتين، ليست مجنونة لكن ليست تامة العقل. تقول من يومين يا شيخ طالعة من البيت ما أدري وين هي، وأنا يا شيخ من يومين من ليموزين إلى ليموزين يدورون بشوارع الرياض أبحث عنها. قلت طيب ذهبت المستشفيات كل مكان ما وجدتها. قلت أين أبوها؟ قالت أبوها مشلول في البيت. أين إخوانها؟ قالت هي أكبر إخوانها. وين عمانها خوالها؟ قالت عمانها وخوالها كل واحد حالها بحال نفسه، والله ما واحد منهم كلف نفسه يأتي يساعدني. وتبكي بكاء مريرا. أقول إذا رأيت عرضك مصونا قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا رأيت نفسك تعبد الله ولا تعبد صنما ولا بقرة ولا تعلق صليبا ولا تمضي إلى كنيسة، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا كنت تصحو في الصباح مؤمنا وتمسي مؤمنا، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. كلما كان الإنسان شاكرا للنعمة عارفا بها أحبه الله تعالى أكثر وأزاده من النعم. إن الله يحب أن يحمده عبده على نعمه التي ينعمه عليها، وذلك لأنه كلما اعترف بها وعلم أنها من الله زاده الله تعالى بذلك فضلا ونعمة. سليمان عليه السلام يرى المنظر فيقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ثم قال وعلى والدي، ليس فقط يا رب النعمة علي بل النعمة علي وعلى والدي، أنا منذ أن كنت صغيرا والنعمة يا رب شغالة علي لك الحمد. ثم قال وأن أعمل صالحا ترضاه، يا ربي إني أعمل بهذه النعمة صالحا، يا ربي اجعلني أعمل بهذه النعمة صالحا. لأنه كم من إنسان رزق مالا فعمل به سيئا، رزق لسانا ولم يكن أبكم فعمل به سيئا، رزق سمعا فعمل به سيئا، رزق حركة بيده ورجلها، ورزق عقلا، أو رزق خبرة في كمبيوتر ولا خبرة في أي أمر من الأمور فعمل به سيئا. اتق الله ولا تكن هذه النعمة طريقا لك إلى النار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. سيتمنى أقوام يوم القيامة لو أنهم كانوا فاقدين لعدد من النعم. يا جماعة لما يحاسب الإنسان يوم القيامة على ما نظرت إليه عيناه فيرى أن أكثر المعاصي التي في صحيفته وأكثر السيئات هي بسبب الذي نظر إليه بعينه، يتمنى لو أنه كان أعمى، لأن لو كان أعمى لما جمع المعاصي. بعض الناس يتمنى لو كان أبكم ما يتكلم، لأنه ما ثقل ميزان سيئاته بالسيئات إلا هذا اللسان الذي يتكلم به. بعض الناس يتمنى لو كان أصم ما يسمع، لأنه ما ثقل موازين سيئاته إلا ما يستمع إليه، لأن ما شكر النعمة. بعض الناس يتمنى يوم القيامة لو كان حيوان. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى يوم القيامة بين البهائم، فيقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء هي الشاة التي ليس لها قرن، والقرناء التي لها قرن. يؤتى بالشاة الجلحاء التي نطحتها القرناء في الدنيا، وتؤخذ القرنان من هذا ويوضع على هذا، ويقال انطحيها كما نطحتك في الدنيا، فيقاد لهذه من هذا حتى إذا قضي بينها والناس ينظرون فزعين خائفين مضطربين. إذا كان هذا بين الحيوانات فماذا سيفعل بنا نحن ونحن المكلفون أصحاب العقول؟ فإذا قضي بين الحيوانات قيل لها كوني ترابا، عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى لو كان في الدنيا كلبا أو خنزيرا أو ذذابا أو بعوضا لأجل أن يكون يوم القيامة ترابا. فالإنسان إذا أعطاه الله تعالى نعمة يقول رب لك الحمد على هذه النعمة، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم مضى سليمان مجاوزا لوادي النمل، أقبل فإذا بين يديه جنوده قد جمعهم، كما قال جل وعلا وحشر لسليمان جنوده. ما أنواعهم؟ من الجن
والإنس والطير، جعل عليه السلام يحشر الجنود ثم جعل يتفقدهم واحدا واحدا، يتفقد الإنس كاملين، يتفقد هذا ملك ما يريد أن يغيب أحد، يتفقد الجن، يتفقد الطير، جعل يتفقد الطير، يتفقد الصقور، يتفقد غيرها. قال جل وعلا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كيف يغيب الهدهد من غير إذن مني؟ المسألة فوضى، كل من أراد أن يذهب يذهب، واللي يرجع يرجع، ما هذا التلاعب؟ فغضب سليمان عليه السلام وجعل يهدد أمامهم جميعا بالعقوبة التي سينزلها بالهدهد. قال: أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا، يعني لأنتفن ريشه حتى وأدعه حتى يموت، أنتف ريشه وأخليه حتى يموت، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، يعني هو ميت ميت، يا أما أن يموت بنتف ريشه وتركه حتى يموت، أو أن يموت بالذبح. ثم من عدل سليمان الغائب عذره معه، قال: أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني إلا إذا كان عنده عذر أنا ما أعرفه. الهدهد أين ذهب؟ الهدهد ذهب من فلسطين يطير حتى قطع مئات الكيلومترات حتى وصل إلى اليمن، مر خلال سيره قطع الأردن وقطع جزيرة العرب وصل إلى اليمن. لما وصل إلى اليمن جعل ينظر فوجد الجبال، وجد الأشجار، وجد أنهار، وجد ملكة ترأس قومها، وجد لها قصرا عظيما، وعندها في هذا القصر من الزينة والخدم والحشم شيء عظيم، ولها عرش يتميز عن غيره بجماله وكثرة بهائه وما عليه من الألماس والذهب والفضة والزينة العظيمة. رأى كل هذا فلم يهتم له، الذي اهتم له أنه رأى أنه لما طلعت الشمس سجدت هذه الملكة وقومها للشمس، فغضب الهدهد: كيف تسجدون للشمس؟ كيف تشركون بالله؟ فغضب ورجع مباشرة إلى سليمان. اسمع كيف تكلم هذا الهدهد الحكيم الذكي بين يدي سليمان. قال جل وعلا: فمكث غير بعيد فقال، جاء الهدهد فقالوا له الناس، قالوا له يعني الطيور: ترى سليمان بيذبحك وبينتف ريشك، أنت أين ذهبت؟ فجاء إلى سليمان ومباشرة ابتدأ بالموضوع، ما جاء إلى سليمان وبدأ يعطي قصص سليمان لا تهمه. انظر كيف الهدهد حتى في كلامك كان لطيفا وحواره كان مؤدبا. فقال: أحط بما لم تحط به. شفت أنت يا سليمان وأنت عندك جن وإنس وطيور وحوش ويأتيك الوحي من السماء، ترى في معلومة عندي ما هي بعندك، في معلومة عندي هذه أول مرة تسمعها في حياتك يا سليمان. قال هذا الكلام لأجل أن يشد بال سليمان ويقول: كيف في معلومة أنت تعرفها أنا ما أعرفها؟ قال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا جئتك ما هو بإشاعات سواليف، لا، أنا جئتك بخبر يقين، خبر أنا متأكد من وقوعه، خبر صادق، ما جئتك بشيء مشي حالك، لا، جايك وأنا متأكد من المعلومات التي أتكلم معك فيها. هذا الهدهد خير من بعض الناس اليوم نقالة الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: بئس مطية الرجل زعموا، اللي كل ما سمع سالفة بدأ ينشرها بين الناس، وربما كما قال جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. بعض الناس من شدة نقله للكلام كأنما يسمع بلسانه، من كثرة ما يتكلم وسرعة ما ينطق. ولا يجوز للإنسان أن يتكلم أو أن يشيع شيئا هو غير متأكد منه، خاصة يا جماعة الأشياء التي تتعلق بحقوق الناس. يعني لو قلت مثلا أن والله اليوم نزل مطر في تبوك وأنت غير متأكد،
صح أنه ما يجوز، لكن أخف من أنك تقول والله يا فلان فصل من وظيفته، فلان يقولون إن سبب فصله من الوظيفة أنه حرامي، فلان والله ولده ما شافه من يومين يقولون إن الولد كاد أن يفعل كذا بأخته فطرده أبوه، والله يقولون اتق الله ولا تنشر أي إشاعة. أول شيء إذا لم يكن للكلام فائدة فلا يجوز أن تنشره، الفضائح ما يجوز أنك تنشرها. والأمر الثاني حتى لو كان كلاما عاديا لا يجوز أن تنشره إلا وأنت متأكد منه. الهدهد يتكلم بين يدي سليمان ويقول له وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أنا ما جيت أقول لك والله أظن ويمكن وتراني ما شفتهم زين وما أدري هم كانوا يسجدون للشمس ولا كانت ظهورهم تؤلمهم وقاعدين يتمرنون، لا لا، جاي يعطي سليمان خبر يقين، ترى هذول يعبدون الشمس يا سليمان الحق انهاهم عن شركهم. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ايش الخبر اللي عندك؟ إني وجدت امرأة تملكهم. طيب عادي، امرأة ملكة، ايش المشكلة؟ وأوتيت من كل شيء. طيب عادي، ما هي أكيد ملكة، أكيد عندها أشياء كثيرة، ولها عرش عظيم، برضو عادي، ما هي ملكة لازم عندها عرش، إيش الغريب يا هدهد؟ وجدتها وقومها، هنا جاء العلم، يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم بدأ الهدهد يعظ يلقي كلمة يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وسكت خلاص، هي كلها معلومة أعطيتك إياها يا سليمان في أربعة أسطر، وهذا يا جماعة يدلك على عقل هذا الهدهد. الهدهد أيها الإخوة والأخوات يعلم أنه يتكلم مع إنسان مشغول عنده مية شغلة غيرك يا هدهد، لا تضيع وقتي بكلام ما له داعي. الهدهد يا جماعة وهو ذاهب إلى فلسطين وهو ذاهب إلى اليمن رأى أثناء الطريق أعاجيب، رأى جبالا وسهولا وطيورا وناس موتى وحروب ما جاء بها ولا تكلم بها أبدا، ما يبغى يضيع وقت سليمان بقصص ما منها فائدة. أنا أعطيك الزبدة، انتهينا. بعض الناس اليوم مع الأسف تجد أنه يقول مثلا يتصل على شيخ بيسأله ويعلم أن جوال هالشيخ ما يسكت أبد، ويعني وجزاء الله خير اللي رد يقول السلام عليكم يا شيخ. قال عليكم السلام، كيف الحال؟ والله بخير ونعم، تفضل سؤالك، كيف صحتك يا شيخ؟ سؤالك الله يحفظك، والله يا شيخ نحبك في الله ونشتاق لك، سؤالك الله يسلمك بارك الله بك شيخ، أمس في التلفزيون أنت ما جت حلقتك، سؤالك وشو؟ طيب 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 يا شيخ، احنا يا شيخ مرة كنا انا اخذت اجازة من العمل وكنا طالعين بنروح نعتمر وبعدين مرينا خالتي وخذنا الوالدة، تعرف الواحد لازم يبر بوالديه. طيب تفضل سؤالك، لحظة يا شيخ بيجيك السؤال. وبعدين يا شيخ رحنا لمكة والله وتعبنا وتعرف ما لقينا حجز طيارات يا شيخ، خطوط احيانا يوعدونك الساعة 7 ولا تطير للساعة 12، تخاف انك تحرم وتقعد بحرامك وقت طويل وبعدين تتعب من حرامك. تفضل ايه بعدين وش صار؟ بعدين يا شيخ رحنا والسيارة وما أقدر أسرع، تعرف معي الوالدة وتقعد تهاوش اللي مني أسرعته، ويعطيك قصة حياته لين يمضي قريب من 10 دقائق 13 دقيقة. بعدين السؤال وشو؟ السؤال وصلنا الحرم وهم يصلون العشاء وإحنا ما صلينا المغرب، كيف نصلي المغرب مع الإمام وهو يصلي العشاء؟ والله العظيم، والله يا جماعة أحيانا يتصل ببعض الناس زين ومعي الجوال، إذا خلص أشوف الوقت بكل حسرة 9 دقائق 11 دقيقة، وأنا أعلم أنه يمكن والله أن يختصر إلى 30 ثانية. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، أنا دخلت الحرم وهم يصلون العشاء وأنا ما صليت المغرب، كيف أصلي؟ أعطيك الجواب، لازم أعرف متى أخذت إجازة وش اسم مديرك وش نوع سيارتك وكم مخالفة عطوك وش اسم أمك وكم عدد خواتك وشغالتكم وين أحرمت فيه ونوع الإحرام اللي أنت لابسه. وبعض الناس لا يقدر مع الأسف، شوفوهم بالله الآن في برامج الفتاوى إذا اتصل
ثم بدأ المقدم يقول له يا أخي سؤالك، يا أخي سؤالك، هي كلها 60 دقيقة الحلقة ويتصل الناس من كل مكان، لا تشغل الهاتف يا أخي عن إخوانك المسلمين، أحب للناس ما تحب لنفسك. أو مثلا واحد يريد أن يقابل مسؤول من المسؤولين الكبار، يا الله وجد وقتا وواسطة أن يدخلون على الملك ولا يدخلون على وزير ويقولون له ترى لك 5 دقائق. وش عندك؟ قال والله أنا بنتي بس معوقة وأبغى أعالجها في الخارج وهذه أوراقها، وتكفون خلوني أتكلم. يا الله بالكاد وجد له من يدخله. فإذا دخل سلام عليك، شلونك طول العمر، عساك طيب وعساك بخير، وكيف هو مال من هالكلام، عطه اللي بعده. ثم يقول له والله أبشرك الحمد لله أنا تزوجت وأنا صغير، تعرف الأولين طال عمرك يعرسون وهم صغار، ما عادوا مثل الحين المهر غالي والناس الحين يصعبون على الناس، ومن أول الواحد الزواج سهل. الملك ولا الوزير قاعد طيب وش يبي ذا بالضبط الحين؟ ورزقني الله عيال منهم الله واحد الحمد لله، الحين أبشرك أنه ضابط وترى شارك بعد في الجنوب معكم الحمد لله وأنه بخير، وبنتي الثانية تزوجها واحد ومتعين مدرس وقاعد يتردد عليه، لكن الحمد لله الحين استاجر له مكان في المكان اللي متعين فيه. وتخلص 7 دقائق وهو إلى الآن ما دخل في الموضوع، عطاه قصة عيالك كلهم. فإذا جاء وقالوا له انتهى الوقت، قال لحظة ما بعد علمت عن بنتي المعوقة. سبحان الله، أنت ما تعرف تتكلم مع من، أنت ما تبجالس لك مع 10 شيبان في دكة وتسولف زي ما تبي، أنت لابد أنك تختصر فيما تقول. هذا يا جماعة أمر مهم. لذلك والله أحيانا يتصل بعض الناس يسأل السؤال، فإذا بدأ يطول قل جزاك الله خير، ارسل رسالة، ارسل رسالة تبي الفكه منه، ثم يرسل الرسالة. فإذا سؤاله مختصر تستطيع أنك تجيبه في أقل من دقيقة، بينما ربما استماعك إليه يأخذ له ما لا يقل عن 10 دقائق ولا 20 دقيقة. لذلك الهدهد ما ضيع وقت سليمان في أشياء تافهة، أعطاه الزبدة. أنا رحت إلى اليمن، الملكة هذه ترى عندها فلوس، ما يمكن أنك ترسل لها فلوس عشان تسلم، عندها عرش عظيم. الملكة هذه تعبد هي وقومها، ما هو بالحالها اللي تعبد الشمس، لا هي وقومها. ثم ذكر كلمتين تعظيما لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سليمان عليه السلام لما جاءه الخبر يتأكد، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. شوف أنت صادق بعد ولا أنك من شدة الخوف ألفت القصة؟ طيب إيش أسرع طريقة لأتأكد؟ أخذ ورقة وكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ما يحتاج يطول، ما هو قوي، ما يحتاج يقول ومع رجائي وحرصي وأرجوكم أنكم تسلمون، لا أنا قوي، إما أسلم وجيت وحاربتهم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أخذ الورقة قال خذ انضي بها إليهم، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وصل الكتاب، دخل الهدهد وألقاه بين أيديها من بعض فتحات الجدار ورجع إلى هذه الفتحة ينظر. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت مرأة عاقلة تستشير، يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. بدأ الناس الرجال اللي عنده يعطونها الرأي، قالوا نحن أولو قوة، أولو قوة يعني أولو عدد، وأولو بأس شديد يعني سلاح، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. احنا بغيت رجال عندك رجال، وبغيت سلاح عندك سلاح، والعلم عندك، تبغينا نحارب حاربنا. لكن المرأة دائما من طبيعتها إذا شافت الجد والعين الحمراء ألقت سلاحها وخافت، قالت إن شاء الله ابشر ابشر ابشر. لكن إذا ما لقت الجد والعين الحمراء ركبت على ظهرها. هنا هالمرأة هذه كلام سليمان لا تعلوا علي، لا تسوون نفسكم تعالوا لي، ولا أنا عارف أسنعكم وأتفاهم معكم. قالوا لها قومها بنحارب وبنصلح. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، أخاف يخربون الأرائك ويشققون ثيابي ويكسرون مكياجي ويخربون قصري. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها
وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله: وكذلك يفعلون. كذلك يفعلون مهم من كلامها، من كلام الله، يقول الله اصدقت وكذلك يفعلون. ثم قالت بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أنا بشوفه يقاتل لأجل دين ولا يبغى ملكنا، أبرسل له هدايا، إن فرح درينا أن عطوه هدايا كل شهرين ثلاثة ويكف عنكم. فلما جاء سليمان وصلت الهدايا قال: أتمدونني بمال؟ تعطوني فلوس عشان تبقون على شرككم؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وصلوا الجنود اللي هم جايبين الهدايا، قال: ارجع إليهم، راح أنت وياه ولا أبغى منك ولا شيء. فلنأتينهم بجنود، يكلم الجنود اللي جاءوه من عندها، لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يقول للجنود: ارجع انت وياه بهداياك، والله لا اتيكم بجنود لا قبل لكم بها. تدرون يا جماعه ايش معنى لا قبل لهم بها؟ يقولون انه قال: سارسل جيشا يصل اوله الى اليمن واخره لم يخرج بعد من الشام. شفت جيش اعظم من هذا؟ من عظم الجيش ما هو عنده جن وانس وطيور وحوش وفيها له انواع. يقول: بارسل جيش من طول الجيش ان اوله يصل لليمن واخره الى الان عندي ماسك سره ما بعد طلع. يعني طول الجيش يمكن 4000 كيلو 5000 كيلو من عظمه، وطيور فوق وريح شايله ناس، عظم ملك. هي لما رات الجد: ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون، ارسلت له قالت: خلاص هد عصاك، انا جايه اتفاهم انا وياك. سليمان عليه السلام يريد ان يبين لها أنك أنت وملكك لست بشيء بجانب ما آتاني الله من الملك. وكانت هي تعتقد في عقيدتها أن سبب بقائها في الملك هو العرش اللي عندها، إذا زال العرش يزول ملكها، كذا عقيدتهم. ولذلك يغلقون على العرش أبوابا ويضعون عليها حرسا. سليمان يعرف هالمعلومة، قال: بجيب عرشها عندي. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. مسلمين يعني مستسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أن تجلس من بعد طلوع الشمس إلى غروبها تحكم بين الناس، أنا قبل لا تغرب الشمس والعرش عندك. طبعا سليمان هالوقت بالنسبة له كافي، لأنهم حتى يصلوا من اليمن إلى فلسطين يحتاجون ربما مشي شهر ونص إلى شهرين، ما هي جيش كامل بيأتي. رأى سليمان أنه وقت طويل، أقعد أنتظر 8 ساعات. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. ها كم تحتاج وقت؟ قبل أن يرتد إليك طرفك. قيل قبل أن تطرف بعينك، وقيل إن الذي تنظر إليه الآن بعيدا عنك على مسافة كيلو مثلا يحتاج 10 دقائق حتى يصل إليك، خلال ال10 دقائق العرش عندك. قالوا: وكان هذا الرجل اسمه آصف، وكان عابدا ويعرف اسم الله الأعظم. واسم الله الأعظم روى الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في 3 آيات من كتاب الله، في البقرة وآل عمران وطه. في البقرة: الله لا إله إلا هو حي القيوم. وفي آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. قالوا هو الحي القيوم، وهذا رجحه ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وجمع من أهل العلم. فدعا فجاء بالعرش. قال الله: فلما رآه مستقرا عنده، اللي هو سليمان شاف العرش، ما قال إيه هذا بقوتي، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. كان سليمان عليه السلام يريد يتأكد من أمرين إذا جاءت، يتأكد من عقلها وقدراتها العقلية وذكائها لأنه ناوي يتزوجها، ويتأكد من معلومة قالتها الجن له. الجن لما علموا بلقيس جاية خافوا أن يتزوجها سليمان،
فقالوا يا نبي الله، قال نعم، قالوا لا تتزوجها، إنها ملكة وهو ملك وبيقوى ملكه عليهم أكثر، قالوا لا تتزوجها. قال ليش؟ قالوا لأن أمها جنية، أبوها إنسي وأمها جنية. قال إيش الدليل؟ قالوا الدليل أن ساقيها ساقي، أن ساقيها ساقا عنس، ما يصلح تزوجها، ما هي معجبتك. فيبغى يتأكد من عقلها ويتأكد من سيقانها قبل لا يتزوجها. فجاء وأمر بعرشها، قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. خذوا العرش، من هنا جواهر زرق خذوها وحطوها تحت، وحطوا الحمر مكانها، الصفر رجعوها تحت، غيروا شوي في العرش. ثم أمر بصفائح من زجاج وصنعت، صفائح زجاج. ثم أمر بأعمدة من زجاج وصنعت. فجاء وضع أعمدة الزجاج على الأرض، ما هو ملك قاعد يأمر، ووضع صفائح الزجاج فوقها، وأجرى الماء من تحتها، ثم أمر بالعرش وضع فوق الزجاج، صار الزجاج ما يرى، وصار العرش كأنه يسبح فوق الماء. وصلت بلقيس، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، جعلت تنظر إليه، ما قالت إيه إيه، لا يختلف هذا، قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح، قال تفضلي تعالي ادخلي إلى العرش. فلما رأته حسبته لجة، حسبته ماء متلاطما، وكشفت عن ساقيها، شاف السقان، إلا والله سقان وادم. قال لها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. لما رأتها الملك قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا ما يتعلق بقصة سليمان عليه السلام وما ذكره الله جل وعلا من العبر والعظات. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يرزقنا هدي كتابه والعمل به، وأن يجعل القرآن شافعا لنا عنده جل في علاه يوم القيامة. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم